بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. أنا مهدي عبد العزيز، وهنتعرف النهاردة في حلقة عن الأكاونت ريجيستر أو سجل الحساب أو حركة حساب الأستاذ العام، إزاي نستعرضها ونفهمها ونتعامل معها كويس. عشان أستعرض سجل الحساب او الاكاونت ريجستر، في 3 طرق يوصلوني للاكاونت ريجستر. اول طريقه من خلال دليل الحسابات، يعني لازم افتح دليل الحسابات الاول عشان اعرف اروح لكشف حساب حركه الاستاذ العام. الطريقه الثانيه ان انا من داخل المستند نفسه، من داخل القيد، من داخل الترانزاكشن ريكورد نفسه، بروح لاكشنز، وبعد اكشنز اروح ل Go to register فيفتح لي السجل بتاع الحساب بتاعي. الطريقة الثالثة، أنا لو مستعرض في NetSuite قائمة من السجلات أو القيود أو الفواتير، فواتير العملاء مثلا أو فواتير الموردين، بلاقي عمود اسمه Account، لو دوست على الأكاونت بيفتح لي سجل الحساب اللي أنا ضغطت عليه. يلا بينا مع بعض نروح للسيستم عشان نتفرج ونشوف هنعمل ده ازاي. دلوقتي هنروح لأول طريقة ازاي استعرض دليل الحسابات او شجرة الحسابات بتاعتي. يبقى هروح لريبورت فاينانشيالز Chart of Account. يبقى دي الطريقة الأولانية اللي أنا بستعرض بيها دليل الحسابات أو شجرة الحسابات. أعمل Right Click وOpen عشان يفتح لي في تابة جديدة. ده دليل الحسابات ظاهر قدامي. طب الطريقة التانية إيه؟ إن أنا أروح برضو لدليل الحسابات، بكتب في الجلوبال سيرش هنا Chart of Accounts. هيظهر لي البيج بتاع الشارت اوف اكاونتس، لو عملت عليه رايت كليك اوبن هيفتحوا لي في شاشه جديده، وانا ابقى كده استعرضت دليل الحسابات. من دليل الحسابات انا عندي العمود اللي اسمه اكاونت، ده في كل الحسابات بتاعتي. لو الحساب ظاهر قدامي بعمل عليه كليك على طول، لو مش ظاهر قدامي بدوس كنترول اف واكتب رقم الحساب اللي انا عايزه. لو انا مثلا عايز حساب اوفر هيد هيجيب لي مجموعه حسابات الاوفر هيد. اي حساب انا عايزه استعرض السجل بتاعه بعمل كليك على الاكونت نفسه، العمود اللي الاكونت نيم. يعني لو عملت هنا كليك على الاوفر تايم هيفتح لي الريجستر بتاع الاوفر تايم. طيب يبقى دي الطريقة الأولانية، أنا اتعلمت دلوقتي إزاي أفتح أو أروح لدليل الحسابات، ومن جوه دليل الحسابات أعمل كليك على أي أكاونت نيم يفتح لي السجل للحساب بتاعي. الطريقة التانية إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن أنا من جوه المستند، يعني أنا مثلا دلوقتي عندي مستند ترانزاكشن دوكيمنت اسمه إنفويس، فاتورة العميل، فبروح للأكشن، في عندي حاجة هنا اسمها جو تو ريجستر، لو عملت عليها كليك هيفتح لي الريجستر بتاع الحساب اللي هو الاكونت ريسيفر. دي الطريقه الثانيه ان انا استعرض بيها الحساب. طب الطريقه الثالثه ايه؟ ان انا قلت لو عندي مجموعه من الدوكيومنتس، قائمه فواتير، قائمه شيكات، قائمه فواتير عملاء او قائمه فواتير موردين، فهنا في العمود اللي اسمه اكونت برضو بعمل كليك على اسم الحساب هيفتح لي سجل الحساب اللي هو حركة حساب الأستاذ العام اللي أنا عملت عليه كليك، أدي الريجستر بتاع الأكاونتس ريسيفبل. يبقى كده أنا اتعلمت إزاي أستعرض
سجل الحساب أو حركة حساب الأستاذ العام. طيب الخطوة اللي جاية ايه؟ عايزين نعرف دلوقتي هل كل الأكاونت ريجسترز أو كل تقارير سجلات الحسابات كلها بشكل واحد؟ لا، كل سجل بشكله بيتوقف على طبيعة الحساب. فأنا لو استعرضت حساب مصروف مثلا، هلاقي التقرير طالع لي العواميد اللي فيه، الداتا اللي فيه داتا معينة تناسب الحساب اللي أنا بستعرضه. طب لو أنا بستعرض حساب بنك، اخترت حساب بنك، هلاقي شكل العواميد اختلفت والداتا اختلفت اللي تناسب طبيعة الحساب اللي أنا بستعرضه. كذلك العملاء، كذلك الموردين، وفي أنواع كتيرة على حسب نوع كل حساب. طب يلا بينا نروح للسيستم عشان نشوف الكلام ده بنفسنا. لو أنا دلوقتي بستعرض زي الحساب اللي أنا مستعرضه للأكاونت ريسيفبل، هلاقي إيه؟ هلاقي إن من ضمن العواميد حاجة اسمها كاستمر، لأن طبعا ده أكاونت ريسيفبل، إذا لازم العمود ده يكون اسمه كاستمر. لكن لو أنا رحت مثلا استعرض حساب الأكاونت بيبل، ادور على حساب تاني accounts payable، الحساب ده مثلا في داتا هنا عندي transactions، اعمل كليك على اسم الحساب واستعرضه، لقيت العمود هنا بقى اسمه vendor عشان يناسب طبيعة الحساب ان هو accounts payable. طب لو بنك، لو انا مثلا عارف ان البنك بتاعي الكود بتاعه 280-210، فبدوس كنترول اف واكتب في الباحث هنا كود الحساب او اسمه، يقوم يجي لي ادي الحساب اللي انا عايز استعرضه، حساب البنك، اعمل رايت كليك واوبن ان نيو تاب، ده الريجستر بتاع الحساب اللي انا طلبته. طيب البنك بالذات له طريقتين ان انا استعرض الريجستر بتاعه، دي الطريقه الاولانيه عن طريق دليل الحسابات. طب ايه الطريقه الثانيه؟ ان انا هروح للريبورتس، بانكس، بانكينج اند بادجيتنج، في عندي بنك ريجستر، رايت كليك واوبن ان نيو تاب، هلاقي تم استعراض البنك ريجستر، بس العواميد هنا بطريقة مختلفة عن اللي موجودة او اللي انا شفتها عن طريق دليل الحسابات. الطريقة دي بتاعت البنك ريجستر من الريبورتس بانكينج بنك ريجستر بتفرق ايه عن طريقة اللي انا لما اروح للبنك ريجستر عن طريق دليل الحسابات؟ اولا الشاشة دي ما فيهاش امكانيات ايديت، يعني هي فيو بس، لكن التانية فيها امكانية ان انا اعمل حاجة جديدة في الريبورت، لكن هنا الريبورت انا شايفه بس فيو اونلي. دي اول مشكلة. تاني مشكلة، انتوا خدتوا بالكم انا لما استعرضت التقرير ده ما سألنيش انت عايز بنك ايه، ما ان انا عندي في في دليل حسابات بنوك كتيرة جدا. فده العيب التاني، ان انا لو دلوقتي او دي المشكلة اللي بتواجهنا هنا، ان انا لو عايز استعرض حساب تاني لازم اروح اغير البريفرنسز بتاعتي واختار رقم الحساب التاني، ودي بعملها فين؟ بعملها في السيت بريفرنسز من الهوم، هنا في عندي سيت بريفرنسز بفتحها، وعندي التابة بتاعت الاناليتكس، هلاقي فيه هنا ديفولت بانك اكاونت، بقدر هنا اختار بنك واحد فقط اللي انا هقدر اشوفه عن طريق البنك ريجستر اللي جاية من البانكينج، مش اللي جاية من دليل الحسابات، لان دليل الحسابات فيه كل حسابات البنوك بقدر استعرضها
زي ما انا عايز. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه؟ عرفنا ان كل حساب انا بستعرض له الريجستر بتاعه بيظهر لي التقرير بشكل مختلف. طيب دلوقتي نروح للنقطة اللي بعد كده، وهي ايه الامكانيات والاختيارات اللي بتبقى قدامي واللي بيديها لي التقرير بتاع الاكاونت ريجستر او سجل الحساب. اول حاجة انا بيبقى في عندي في سجل الحساب مجموعة من الاختيارات والفلاتر في اسفل التقرير، بقدر اتحكم فيها عن فترة التقرير، الشركة اللي انا بستعرضها، الترتيب التقرير، اذا كان في حسابات معمول لها كلير او اوبن، وكمان بقدر احول التقرير ده لاي صيغه من الصيغ المتعارف عليها حاليا زي مثلا الاكسل، الوورد، السي اس في، البي دي اف. كمان بيبقى عندي امكانيه ان انا اطبعه في تقرير، عايز اطبعه تقرير ورقي. وكمان في عندي حاجه جميله جدا ان انا ممكن ابعت التقرير بالايميل لو انا مش عايز اعمل له اكسبورت او مش عايز اطبعه. يلا بينا نروح السيستم ونشوف الاختيارات والفلاتر اللي موجودة في تقرير سجل الحساب. مثلا انا دلوقتي بستعرض الريجستر بتاع الحساب دوت، بلاقي هنا ايه مجموعة الفلاتر. اول فلتر بيسألني بيقول لي الديت، ده بري ديفاين فلتر انا بقدر اختار منه انا عايز التقرير بتاعي اذا كان باليوم او بالشهر او بالسنة او بالربع. لو انا مثلا قلت باليير بيبقى في مجموعة من الاختيارات تانية اقدر احددها. طيب لو انا مش عاجبني البري ديفاين دي، بقدر هنا انا بكتب بنفسي الفترة اللي انا عايز منها التقرير. انا مثلا عايز التقرير ده من 1/1/2020 الى 30/6/2020. طالما انا غيرت حاجة في الفلاتر هنا، بعد التغيير لازم ادوس ريفريش عشان الصفحة يحصل لها ابديت وتعرض لي الداتا اللي انا عايزها في المدة اللي انا محددها. طبعا عشان ما كانش هنا في غير الترانزاكشن دي ما ظهرش معايا الاثر بتاعه، لكن ممكن نجربها في حساب تاني. يعني مثلا لو روحنا لحساب اوفر هيد، استعرضنا الحساب دوت، بلاقي في مثلا مجموعة من الترانزاكشن. لو انا جيت قلت، ولو واخدين بالكم ان هنا كلها في شهر فبراير، لو انا مثلا قلت له انا عايز من 1 فبراير لغاية 10 فبراير فقط، لو هقول هنا انا عايز التقرير ده يعرض لي الداتا من 1 فبراير الى 10 فبراير، واقول له ريفريش، طبعا ظهر ان الداتا اتحصل لها فلتر اللي انا حددته هنا بنفسي. دي الفلتر الاولاني اللي الخاص بالديت او بالفتره بتاعت التقرير. الاوبشن الثاني هنا ان انا بقدر اتحكم في الشركه. لو انا عندي الاكونت بتاعي وان وورلد وفي عندي مالتي سبسيدري، فبقدر اختار انا عايز انهي شركه، فبقدر اختار الشركه او السبسيدري اللي انا عايز التقرير بتاعها يطلع قدامي. طيب الاوبشن الثاني اللي بعد كده ايه؟ انا دلوقتي عرض الداتا دي على طريق اوبشن اكتف حاليا اللي اسمه وان لاين، بيعرض لي التقرير بتاعي الريكورد طالع فوق في سطر واحد، لا انا عايزه يطلع في سطرين، فانا هشيل التشيك بوكس دوت واقول له ريفريش، هلاقي ان نفس الداتا بتاعتي بس طلعت على سطرين فيها معلومات اكتر. طيب ايه الاوبشن اللي بعد كده؟ انا هنا التشيك بوكس ده
بقدر اقول له انا عايز استعرض الترانزاكشن الاوبن فقط. فلو قلت له اوبن وريفرش هيظهر لي الاوبن فقط. طبعا هي ظهرت الداتا هي عندي هنا، لان الترانزاكشن ديت هي لسه اوبن، فعشان كده ظهرت معايا. طيب ايه الاختيارات التانية اللي بيمكنني التقرير بتاع الاكونت ريجستر ان انا اعملها؟ الاكسبورت، ان انا ممكن اصدر التقرير بتاعي اطلعه في صيغة اكسل، في صيغة بي دي اف، في صيغة سي اس في، في صيغة وورد فايل، وكمان ممكن اطبعه اعمله برينت، وكمان ممكن ابعته بالايميل. فلو عملت كليك على الايميل ايكون اقدر هنا احدد الريسيبيانت اللي انا عايز ابعت له الايميل ومرفق فيه التقرير، وبيفتح لي هنا مجموعة الفلاتر دي انا عايز ابعته لانهي كاتيجوري من دولت. لو انا اخترت مثلا مجموعة الموظفين، انا هختار مثلا الاستاذ احمد ابعت له التقرير. هنا بكتب نص الرسالة وبعدين ادوس سند. يبقى احنا كده اتعرفنا على ازاي استفيد واستخدم التقرير واحصل منه على اللي انا عايز منه في شغلي. كده نبقى احنا وصلنا لنهاية السيشن، وهنراجع مع بعض اللي احنا اتعلمناه. يبقى احنا عندي 3 طرق اروح بيها لسكيل الحساب: اروح له عن طريق دليل الحسابات، اروح له عن طريق سجل المعاملة او القيد نفسه، او اروح له عن طريق قائمة السجلات المتشابهة، اذا كانت قائمة فواتير عملاء، قائمة فواتير موردين، قائمة شيكات. وعرفت ان انا في عندي انواع كتيرة من سجلات الحسابات بتتوقف على نوع الحساب. اذا كان بنك، طبيعة الداتا المعروضة قدامي هتناسب حساب البنك. اذا كان مصروف يبقى الداتا هتناسب حساب المصروف. اذا كان عملاء، اذا كان موردين، الى اخره. وتعرفنا كمان على امكانيات واختيارات الفلاتر اللي موجودة في اسفل التقرير، وازاي اصدره او اطبعه او ارسله بالايميل. اتمنى ان تكون الحلقة دي استفدنا منها، ونلتقي في الحلقة